ذبح مرشح باسم الأحرار ورئيس جماعة سابق يوم انطلاق الحملة الانتخابية بتونات. اهتز جماعة المكنسة بتونات يومه الخميس على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رئيس جماعة سابق ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومرشح للانتخابات الجماعية. وحسب مصادر إعلامية محلية فقد وجد المرشح مذبوحا من الوريد إلى الوريد داخل منزله في وقت الذي كان المتعاطفون معه ينتظرونه للشروع في الحملة استعدادا للتنافس على رئاسة الجماعة رحمه الله تعالى.